نرجع تاني مع بعض. ومنتخب الكرة الشاطئية لعبة يعني جديدة في مصر شوية، رغم ان بيلعبوها من زمان ولكن ما كانش فيه اهتمام كبير، لكن المرة دي فرحونا. وانا يعني كنت موجود في شرم الشيخ وحضرت ماتشين، والحمد لله ربنا كرم وكان وشي حلو رغم ان كانوا ماتشين صعبين جدا. منتخب مصر امام منتخب الامارات في الدور قبل النهائي، مباراة صعبة جدا لكن قدر منتخب مصر يفوز. ومباراة المباراة النهائية امام منتخب لبنان، وجات لنا فترة كنا خسرانين فرق هدفين وكانت ممكن المباراة تروح، ولكن بقى كابتن شمس حامد المدير الفني واللعيبه الرجاله قدروا يحققوا اول بطوله عربيه لمنتخب مصر الكره الشاطئيه. والنهارده يعني بيشرفني وبيسعدني ان يكون معايا كابتن شمس حامد المدير الفني ونجم النادي الاهلي السابق. فاكرين لك الماتش القديم مع النادي الاهلي؟ ازيك يا كابتن شمس؟ الله يخليك يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ شاكر جدا والشرف لينا احنا يا كابتن. لا يا كابتن مبروك ومنورنا. الله يخليك، الله يخليك. كابتن عثمان احمد من اللعيبه الخبرات الكبيره جدا في الكره الشاطئيه والكره الخماسيه يعني، والكره ال 11 برضه انا لعبت معاك موسم. ما كنت بتروجيت بالظبط. ازيك يا عثمان؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وكابتن احمد العجوز اللي هو الاسم بس لكن في الملعب شاب نشاط ولا ايه يا كابتن؟ ولا نبطله ونخلص منه؟ لا لا لسه. ازيك يا عجوز؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. النهارده عيد ميلادك بقى، مش عايز تقول لي كام؟ ال 34؟ لا ما 24. طيب اللعبه جديده علينا، لعبه جديده يعني احنا بنلعبها كده فور فاني على الشاطئ وبنضحك شويه كده، لكن انا لما رحت لقيت تكتيك ولقيت خطط وكنت بتفرج عليها انا برضو يعني انت عارف حضرتك انا بحب اتفرج على الرياضه في كل المجالات، لكن عايزه فتنس عالي جدا، عايزه تكتيك ليها قوانين خاصه، فعايز اعرف ازاي قدرت تدخل تحفظ اللعيبه القوانين تحفظهم التكتيك في فتره قصيره وتواجه منتخبات بقى لها سنين بتلعب. ويعني يمكن منتخب الامارات عندهم مدرب بياخد 25,000 دولار، مدرب برازيلي زي بالظبط ومعسكرات في المانيا، ويعني سمعت ان هم مستعدين بشكل كويس جدا. هو واخد 2 كأس عالم كمان. طبعا مع منتخب بقى البرازيل، مع منتخب البرازيل، وعندهم دوري والدوري شغال في الامارات، وعندهم لعيبه محترفه، وعندهم احسن لعيب في العالم برازيلي بيلعب في الدوري، وهم على طول راحوا كاس عالم يجي 4 مرات من 2006 لغايه النهارده. لا الامارات موضوع تاني على فكره. وعلى فكره انا اشتغلت في الكره الشاطئيه في الامارات اول ما دخلت الخليج، دخلت الامارات الحمد لله، انا كنت شغال فيها وكانوا جايبين منتخبات العالم باسماء الشيوخ. طبعا الامارات لما بتعمل حاجه بتعمل حاجه قويه جدا، يعني عودتنا على كده بالظبط. والحمد لله انا على فكره في اول بطوله كان وصلت برضو للدور قبل النهائي، للدور النهائي، ولعبت مع البرازيل والبرازيل كسبتني 2-1. وجن كنت ماسك ايه بقى ساعتها؟ كانوا جايبين المنتخبات كلها باسماء شيوخ. هم طلبوا مني ان احنا نعمل واحد كده غلبان مش شيخ يعني. قال لي اعمل لي فرقه، عملت له فرقه من الشركات، لعيبه الشركات المصريين اللي مبطلين وبيلعبوا شركات هناك، وربنا كرمنا وصلنا النهائي ولعبنا مع البرازيل النهائي وخدنا مركز تاني. طب كويس. وكان جونيور اللي جاب فيها الجونين وخسرنا 2-1. انا عايز اقول لك كابتن كريم ان الكره الشاطئيه الجديده ومش جديده يعني، هي في مصر من 2006 لكن هي كانت مصدومه مع الاتحادات القديمه، كانوا بيجوا قبل البطوله ب 15 يوم وهم جايين لفرقه الصالات والمدرب بتاعهم يقولوا له اعمل لنا كره شاطئيه، ياخد المجموعه بتاعته ويروح يلعب بيها على البحر اسبوع ويلعب البطوله وما يوصلوش نهائي. ده كان دايما. لكن لما جم عرضوا عليا طبعا الاتحاد الجديد اللي موجود بقياده جمال بيعلام والكابتن خالد لطيف، كابتن خالد لطيف المشرف طبعا على اللعبه، المشرف على اللعبه وصاحب المجهود الجبار في العمليه كلها يعني. جم عملت انا سيرش على اللعبه، لقيت من 2006 حضرتك نتائج لا تليق باسم دوله زي مصر، واخد بعضك يعني. مصر واخده 2 كأس أمم أفريقيا مع الكابتن فاروق جعفر، واخده 3 كأس أمم أفريقيا مع الكابتن حسن شحاته، بتوصل في كره الصالات نهائي على كاس عالم على طول، تصفيات كاس عالم. الا كره الصالات، كره الشواطئ مش تاريخها مش كويس. فلما جيت اتكلمت معهم ان من 2000 احنا عندنا اول استحقاق في 2015، ولما جم اتعاقدوا معايا في فبراير 2014 لقيت ان الموضوع ممكن يعني مع اللونج تايم ممكن نيجي منه. جت البطوله العربيه في نص السكه بالظبط، رجعتنا للقديم ان انت عندك بعد 15 يوم بطوله. الحمد لله برضو ربنا وفقنا وقدرنا نجمع. على سافرت اسكندريه، كنت عملت دوره في اسوان واتلغت عشان الالتين اللي وقعوا في بعض.
وبعدين رجيت في اسكندريه جريت اتصلت بالحاج عامر حسين تفضل مشكورا الحاج عامر حسين عمل معايا مجهود جبار جاب لي مطروح وجاب لي اسكندريه جبت 4 لعيبه من هناك الحمد لله ربنا وفقني في اختيارهم جبت لعيب من الشرقيه مفاجاه مواليد ده 94 والكابتن حسام البدري واخده تجمعين المنتخب الاولمبي وكان مفاجاه البطوله في الدور قبل النهائي هو اللي جاب لنا الجون الاولاني وكان لعيب كويس فانا عايز اقول لك ان احنا الاستعداد ماشيه كويس والاتحاد بيساعدنا والكابتن خالد لطيف يعني لا بيكل ولا بيمل في مساعدتنا وعلى فكره برضو احنا ما عملناش ماتشات وديه خالص احنا من يوم 24 بالتجمع 24/4 ما عملناش ولا ماتش ودي قلت الكابتن خالد الكلام ده فعمل لي ماتش ودي على هامش البطوله مع السعوديه واخد بحضرتك وربنا كرمنا وكسبنا برضو والحمد لله الامور ماشيه يعني بس هي طالما اهم حاجه التخطيط ما فيش حاجه بتمشي عشوائي نخطط ونبتدي ربنا هيكرمنا ان شاء الله عثمان يعني انت قديم قوي في الكوره ولعبت كل انواع كره القدم ما شاء الله يعني مش عايزين نحسدك وربنا يعني يزودك الفتره الجايه وتكمل لعبت يعني انا لعبت معاك سنه في نادي الاسكان مدينه نصر في درجه ثانيه مع كابتن طارق يحيى اللي هو ال 11 وفي خماسي انت ما شاء الله لعبت في كذا فرقه وكنت منتخب وفي الكره الشاطئيه ايه الاسباب اللي انت راجل متنوع يعني بتلعب كل يعني في كل فروع كره القدم يمكن السبب ان الحمد لله انا عندي الجزء البدني ده كويس وبعدين احنا في الفتره الاولانيه من 2006 كنا كابتن سيد بدير كان عمل دورتين او 3 دورات في مارينا الدورتين او 3 اللي اتعملوا دول هم اللي كان منهم النوايا اللي هيختاروا منها الناس اللي هتتلعب بطوله افريقيا في جوهانسبرج في دربن في الفتره دي عملنا الدورات ديت وطلعنا منها على 2006 في جنوب افريقيا 9 سنين من ساعتها لحد دلوقتي احنا ما عملناش انجاز كان كل الانجاز بتاعنا ان احنا بناخد يعني في منتخب كره شاطئيه من 2006 واحنا مش دارينين عليه خالص اول بطوله اتعملت بس عشان ما كنتوش بتوصلوا لكاس عالم فعشان كده ممكن قبل النهائي احنا على طول كنا بنطلع في السيمي فاينل نلعب سيمي فاينل نتغلب نلعب تالت ورابع ناخد تالت التالت ده بيحبنا جدا المركز التالت ده يعني البرونز ميدل دي بتاعتنا ده افريقيا على مستوى افريقيا هو المفروض اول وتاني بس بيصعدوا كاس عالم مظبوط احنا كان في 2006 كان بتعمل كل سنه 2006 و2007 و2008 و2009 ال4 سنين دول كانوا بيعملوها كل سنه بطوله افريقيا وبتعمل في نفس السنه كاس عالم فجه في 2009 كانت اخر سنه في الفردي بعد كده لعبنا 2011 في المغرب في كازابلانكا بعد كده 2013 برضه في المغرب دي كانت اخر بطوله افريقيه في بلد ساحليه طبعا عند البحر بالظبط دي كانت اخر بطوله 2011 فتلعب الاربعه الاولانيين وبعدين خدنا 2-6 افريقيا منهم 4 احنا في مركز ثالث 2 كنا بس كانش في توفيق لان احنا على طول كنا بنيجي قبل البطوله زي ما كابتن شمس قال قبليها بحوالي 10 ايام 15 يوم يمكن احسن فتره كنا خلاص هنوصل فيها كانت 2011 مع كابتن فاروق السيد خلاص يعني تقريبا وصلنا بس القرعه ما تعرفش في قبل النهائي عملوا حاجه غريبه كده قابلنا السنغال السنغال دول بقى ايه ما تقابلهمش ما تشوفهمش حاجه وحوش فهو ده اللي كان بيطلعنا بطوله عربيه اتعملت 3 مرات مره في مرسى علام الاولانيه دي كانت بطوله عربيه الاولانيه الثانيه كانت في السعوديه والسعوديه هي اللي خدتها الثالثه دي بقى هي كانت هنا شكلها وحش قوي لما خدناهاش اللي بقى. كان بس برضه يعني مدينا شويه باور إن ده ماتش الامارات ده في الدور قبل النهائي اللي كان مدينا شويه باور يعني في ان اتحاد الكره كله قاعد معانا من اول يوم والكابتن شمس قال لنا يا جماعه لو طلعت البطوله دي من هنا تشوفوا اللي هيجرب مش حدش هيروح طب عجوز يعني الماتش النهائي كان صعب قوي امام المنتخب اللبناني وانا قاعد كان يعني ايدي على قلبي قلت ربنا يستر يعني البطوله واحنا بقى معزومين وجايين ندعم المنتخب الكره الشاطئيه في شرم الشيخ وصلنا فتره كنا خسرانين 4-2 بالظبط يعني ايه اللي حصل وقدرنا ازاي نرجع لمباراه تاني وكسبناها 6-5 في النهايه لا والله هو طبعا ماتش الامارات في قبل النهايه طبعا احنا بنلعب كل يوم فطبعا حضرتك عارف الرمله غير الصاله الحمل عالي مجهود اللاعبين طبعا بيقل شويه التركيز بيقل شويه بس يمكن احنا كابتن شمس من البدايه حته الروح والعزيمه والحب جوانا هي دي يمكن اللي نجحتنا ففي الاول كده كان التركيز شويه قليل طبعا بناخد الفتره اللي بين كل شوط فيمكن التركيز زاد شويه الحماس زادت شويه الحماس زاد شويه فربنا كرمنا يعني وقدرنا
نقابل الفارق ونتعادل ويمكن يتقدموا برضو علينا تاني وتعادلنا وتقدمنا في الاخر 6-5 وربنا كرمنا بالبطوله. اقوى فرقه لعبتها في البطوله؟ يعني احنا لعبنا السودان وبعدين عمان وبعدين الامارات وبعدين الامارات واخيرا لبنان. هو بالنسبه طبعا الامارات هي اتقل فرقه موجوده، لان الامارات بتشتغل شغل تكتيك كبير، معاه مدرب كبير، باع كبير في الكره الشاطئيه، ففرقه ثقيله يعني. الموضوع بالنسبه للامارات صعب. يمكن لبنان في الاحتكاك في التخبيط في اقوياء، لكن الامارات كوره الموضوع هيبقى صعب شويه، لكن لبنان بتلعب يعني شويه بطريقه الناحيه البدنيه عاليه، البدنيه والتحامات بالظبط، التحامات تركيزهم كله في قصه الالتحامات. بس احنا بصراحه التجمع من البدايه، المجموعه كلها مجموعه جميله، بينا حب كبير، كابتن شمس عودنا دخل جوانا بصراحه، يعني يمكن الروح بتاعت كابتن شمس والنادي الاهلي مثلا والحماس والقوه فدي من بدايه المعسكر. واحنا تعودنا يعني كان دايما بنعمل اجتماعات مع بعض احنا كلنا الفرقه بعيد عن المدير الفني والمدرب لوحدنا، يعني تعودنا مع بعض ان احنا اللعيبه ان احنا مش هينفع البطوله تخرج من ارضنا، مش كل سنه من 2006 نلعب قبل نهائي ونطلع ثالث او رابع، لا تعبنا بقى خلاص. فكان في تصميم غير عادي، حب غير عادي، فمتهيألي الالفه اللي كانت بيننا هي اللي وصلتنا للبطوله. واحنا تعودنا كمان مع مجلس اداره الاتحاد ان احنا وعدناهم بالظبط، وفعلا اول سنه نشوف الاهتمام غير العادي. يمكن كابتن شوقي غريب كمان كان موجود، الاعلام كله ورانا، كابتن فاروق جعفر، كل المجموعه، كابتن حازم طبعا، كابتن احمد حسن عشان ما ننساش حد، كل اعضاء مجلس اداره حتى يعني كابتن سيد بدير، الناس انا بشكره على فكره كابتن سيد بدير ان هو كان الشركه المنظمه للبطوله برضه، شركه سوبر سبورت. وبشكر الكابتن علاء عبد العزيز بصراحه طبعا العلاقات العامه اتحاد الكوره، الراجل ده اجتهد وحجز فنادق وطيارات وكان بيستقبل الوفود وبيستقبل كمان الضيوف. كابتن خالد يعني شغل جامد جدا كابتن خالد لطيف كمان، الاهتمام بقى غير العادي بقى. طب خليك بس كابتن خالد دي هنتكلم فيها يعني كابتن خالد اخباره ايه في المكافئات؟ في مكافئات ولا ايه؟ دي بطوله جامده كابتن شمس، كابتن شمس عشان يعني فرصتك دلوقتي، بعد كده مش هتاخد حاجه، لازم تتكلم دلوقتي. اقول لحضرتك حاجه، مش عشان اعضاء مجلس الاداره، بص عثمان بيبص لك بجنب ازاي يعني، بيقول لك دوس شويه في القصه دي. اعضاء مجلس الاداره اعضاء من جيوبهم الشخصيه دفعوا مكافئات وخدناها. تمام. اللائحه ايه؟ لا اللائحه لسه، اللائحه موجوده في الوزاره لغايه دلوقتي لسه ما اتمضتش، لكن اللائحه موجوده. ومش عايزين برضو ننسى معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، قال برضو لينا مكافاه، بس انا اتمنى ان هو يعجل لنا بيها علشان داخلين على رمضان بقى، كل سنه وانت طيب يا سياده الوزير. واخد بال حضرتك؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو قبل المكافئات انا عايز اقول لك ان البطوله كانت مهمه جدا للعيبه والمصر. يعني للعيبه والمصر مهمه جدا كانت البطوله، اولا معنويا ويخلي شكل مصر. وانا هقول لحضرتك حاجه كابتن كريم، انا لما مسكت الكره الشاطئيه، لما عملت سيرش ولما قلت لحضرتك ان انا لقيت ان مكانه مصر مش دي مكانه مصر اللي موجوده، كان لازم اول حاجه كان لازم نعمل اي حاجه لمصر، لازم نحط رجلينا على مكاننا الطبيعي في الكره دي. الحمد لله ربنا كرمنا بمساعده كل الناس بما فيهم جمال بيه علام. وعايز اقول لك حاجه برضو، خالد لطيف، انا هفضل مش هكل ان انا اقول ان خالد لطيف حتى في الماتشات الوديه هو اللي عملها، كان قاعد يعني جنبي واحنا في الماتشات اللي قبل النهائي والنهائي، كان قلقان جدا، قلقان جدا. في حاجه بقى مهمه كنا مش هنسيبه، خلي بالك لو حصل حاجه كنت هنقطعه. طبعا في حاجه بقى مهمه جدا، ان الروح اللي اتكلم عليها العجوز واللي اتكلم عليها عثمان دي اهم حاجه على فكره. انا لما كنت ماسك بني عبيد، انا مصعد بني عبيد على فكره، اول من الناس اللي من الدرجه الثانيه والثالثه، ان انا كنت بجيب عندي معايا دكتور في السايكو اناليسيز وسايكو سبورت. اهم مهمه جدا انك تجمع المجموعه وكلهم يحبوا بعض وكلهم يبقوا خايفين على بعض وكلهم، لان ممكن يصلحوا اخطاء بعض في الملعب، يحافظوا على بعض في الملعب، يغطوا بعض في الملعب. دي كانت لما جوه تحس بيها، جوه بره تلقائي هتتعمل جوه. الحمد لله برضو من الحاجات اللي احنا عملناها، المكافآت اللي خدناها خارجية من جيوب الخاصة بتاعت أعضاء مجلس الإدارة اتقسمت على الفرق كلها بالتساوي كلها. واخد بال حضرتك؟ وعلى فكرة كل اللعيبة كمان ما كانش عندها أي مانع ولا عندها أي مشكلة. واخد بال حضرتك؟ الحمد لله ربنا وفقنا فيها. يعني أنا عايز أقول لك احنا حاولنا بقدر الإمكان إن احنا ما نظلمش حد. أنا كان معايا جون حضر معايا كل التجمعات، فوزي ولا سوست؟ لا واحد تاني اسمه محمود نبيه. ده ما لعبش. لا ما لعبش محمود نبيه. طبعا انا فضلت ان انا ما اخدش 3 جوان، فضلت اخد جونين مع انه حضر كل المجموعه وجون هايل.
فنجيت عليه شويه. انا برضو من ضمن الناس بقى عشان كلهم بيحبوا بعض وقلوبهم متالفه، مكافئات زي بعض زيه زي اللعيبه اللي لعب. كان كل اللي باتش يكلمني يقول لي مبروك ويكلم زمايله مبروك. في المباراه النهائيه لقيناه في الاوتيل جه على حسابه. اه بالظبط شرم الشيخ مسافه بعيده يعني. الله يفتح عليك. اجتمعنا كلنا وقررنا ان هو من ضمن الناس ياخد مكافاه. ومحمود خد مكافاه زي الناس. طيب عثمان، ايه الاستحقاقات اللي جايه او ايه البطولات اللي منتخب مصر هيعد نفسه ليها الفتره الجايه ان شاء الله؟ المفروض ان احنا عندنا في تصفيه كاس افريقيا مؤهل كاس العالم. تصفيات كاس افريقيا ولا بطوله افريقيا؟ بطوله افريقيا هي بطوله افريقيا المؤهله هي التصفيات. هي واحد انت وفين دي هتتعمل في سيشل. حلو سيشل، جزيره جامده تمام. ممكن اجي معاكم فيها دي تشرف. دي هتتعمل في 2015. هو كاس العالم برضو بيتعمل في 2015، بس احنا قاره افريقيا بتبقى اخر قاره تقريبا في القارات هي اللي بتعمل التصفيات او البطول. بالظبط كده الكواليفايرز بتاعتها. مش عارف لسه امتى بتبقى الفضل. تقريبا في اول ستة اخر خمسة اول ستة. لان كاس العالم بيبقى في شهر 9. فهي دي الفترة اللي بتعمل فيها التصفيات بتاعت افريقيا من 2006. عجوز طالبين ايه عشان منتخب مصر يبقى قوي وقادر على المنافسة والصعود لكاس العالم الفترة الجاية؟ طبعا احنا بنتمنى بس الموضوع ان يبقى في دوري للكرة الشاطئية عشان نبدا نشوف ايه كابتن شمس، يعني نشوف اللعيبة كويس. كابتن شمس اصلا اول لما مسك بدا يروح الاسكندرية، يروح مرسى مطروح، هنا يشوف اللعيبة. بس الفترة زي ما قال كابتن شمس، البطولة العربية جت مفاجأة ما كانتش متحضرة. فاحنا طبعا الحمد لله ان احنا يعني حفرنا، يعني حطينا حجر الاساس بالنسبه للكره الشاطئيه. احنا مبسوطين وجودنا او عدم وجودنا، ده مش دي المشكله. الناس تكمل الشوار بعدينا، احنا متواجدين. المهم منتخب مصر، فالمهم نحب يكون في دوري للكره الشاطئيه، كل الانديه تشترك، يعني يبقى الاعلام شويه على الكره الشاطئيه. لا ما تقلقش، هنركز معاكم بالظبط. فطبعا كل ده احنا انا حرصت ان انتوا تيجوا الاستوديو النهارده، وكان يمكن زملائكم كمان بره، كابتن يوسف السيد اللي هنستقبله يعني بعد دقيقتين من دلوقتي بالزبط. وكابتن احمد ابو سريع وكابتن يحيى لاشين. حرصت ان الفرقه كلها تيجي، بس انت عارف العدد طبعا بالزبط. في الاستوديو بيبقى العدد الكبير صعب شويه. وطبعا بالنسبه للدعم من اتحاد الكوره، عايزين يعني اللي احنا شفناه في البطوله العربيه دي نشوفه دايما، يعني مش عشان خاطر مثلا بطوله موجوده فالناس كلها حوالينا، لا بالعكس. احنا عايزين حتى لو مش متواجدين يكونوا متواجدين مثلا، حتى لو عندهم مشغوليات بس يبقوا موجودين، عارفين ان في نظام للكره الشاطئيه بيبدا برده لكره الصالات. بس احنا يمكن شفنا الاهتمام جواهم، شفنا الاهتمام في عينيهم ان هم الفتره اللي جايه فعلا. استاذ جمال علام اتكلم وكابتن خالد لطيف ان هم الفتره اللي جايه فعلا هيهتموا بكره الصالات والكره الشاطئيه. وصدقني لو بصوا شويه للكره الصالات والكره الشاطئيه، في لعيبه كتير جدا في مصر مميزين جدا. بالظبط. يعني فاحنا ان شاء الله احنا متوسمين خير فيهم، وان شاء الله احنا بنوعدهم بالاحسن ان شاء الله الفتره القادمه. ان شاء الله ندخل الباقي وانا نكمل معاكم. في حاجه صغيره لازم ندخلها عشان قدامي ربع ساعه. في حاجه صغيره ان في حاجات كانت في بوادر كده بتقول ان احنا ممكن ناخد البطوله دي. من ضمنهم القرعه مثلا، يعني في فرقه زي فلسطين مثلا غابت. اوكي غابت، واخد بال حضرتك، ودخلت معانا في المجموعه فالحمد لله. في كمان بوادر عثمان ربنا كرمه بالبنوته الثالثه، وتعرف البنات ربنا يبارك له ان شاء الله. في كمان اسلام احمد اللي هو جاب الجون الاخير في المباراه النهائيه، برضو ربنا كرمه بعلي الدين. ده كل ده ايام البطوله. كل ده وانتوا مش موجودين. كل ده امال لو انتوا موجودين في الكرة كل ده دي كلها بوادر بتقول ان ربنا كان هيكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. عثمان تحب تقول حاجه اخيره؟ اقول حاجه اخيره. الانجاز اللي حصل ده طبعا يعني هو الشكل العام في الاخر كان هو كابتن شمس اللي حط، يعني زي ما نقول كده، حط التاتش الاخير، هو وكابتن نادر والجهاز الفني كله، عشان ما ننساش حد. بس كابتن يوسف هو يجي يتكلم عن بعض الحاجات اللي هو عملها. بس احنا عايزين نقول ان القصه دي من 2006، يعني كابتن موفق، كابتن بدر، كل الاجهزه الفنيه بالظبط، كابتن فاروق السيد، كابتن عبد البديع، الناس دي اشتغلت وحطت خبرات في اللعيبه دي اللي وصلت في الاخر ان احنا وصلنا لده. عجوز، عايز بس اقول حاجه بعيد عن الكوره. انا عايز بس اقول للناس كلها ان مصر بخير، والدنيا في مصر معروفه بالسياح، الامن والامان والسياحه، الشغل الامور طيبه. ومصر طبعا زي ما احنا عارفين هي ام الدنيا، والناس ما تخافش، وكل اللي بتسمع ده مواضيع يعني بعيده عن
مصر بخير يعني، ونتمنى ان الناس كلها تبقى متواجده. انا بشكركم شكرا جزيلا، وهنطلع فاصل سريع كابتن شمس وكابتن عثمان وكابتن احمد العجوز عشان نستقبل كابتن يوسف السيد وكابتن يحيى لاشين وكابتن احمد ابو سريع، وما يزعلوش مني معلش هم اللي قالوا الوقت. بشكرك كابتن شمس، بشكرك وبطولات قادمه ان شاء الله باذن الله. بشكرك عثمان، بشكرك عبد الكريم، شرفتوني، الله يخليك. نطلع فاصل ونستقبل الجزء الثاني من منتخب الكره الشاطئيه.